عناصر السلامة المرورية. المركبة: يجب أن نتأكد من وسائل السلامة في المركبة قبل التحرك بها، فتتأكد من عدة أشياء: سلامة الإطارات من حيث المقاس والنوعية والتحمل ومعدل السرعة وسنة الإنتاج وأماكن التخزين، المصابيح من حيث الوضوح واللون ومستوى الإضاءة، الإشارات الضوئية في المركبة الدالة على الانعطاف أو التنبيه، المرايا العاكسة لكشف الطريق أمام السائقين، مساحات المطر. يجب أن نتحقق من عمل وسلامة مساحات المطر، المكابح وفرامل الوقوف والتي تتحكم في حركة المركبة، أقفال الأبواب، إشارات الأنذار الصوتية والضوئية كمؤشر الوقود والزيت والحرارة وعداد السرعة والبطارية الكهربائية، حزام الأمان. ويجب كذلك التحقق من ضبط مسند الرأس ومقاعد الأطفال وسلامة الوسادة الهوائية. وسائل السلامة التي يجب أن تكون في المركبة: يجب أن تتوفر وسائل السلامة التالية في المركبة قبل السير بها. 1- العجل الاحتياطي وأدوات الفك والتركيب. 2- طفاية الحريق. 3- حقيبة الإسعافات الأولية. 4- أنظمة إغلاق الأبواب في حالة الانقلاب. 5- فرش مقاوم للحريق. 6- مثلث عاكس. الطريق: وسائل السلامة في الطريق. نظراً لأهمية الطريق في العملية المرورية، فلقد سعت حكومتنا الرشيدة إلى إنشاء وتشييد شبكات طرق عالية المستوى والجودة في شتى أنحاء البلاد، وتم تصميمها وتخطيطها وإضاءتها لتوفير عوامل الأمان والسلامة عليها. وتقوم الأجهزة المختصة بالتحقق من صلاحية الطريق ومدى السلامة المرورية عليه، كإزالة العوائق الطبيعية كالأتربة والرمال المتحركة. أدوات تنظيم المرور كالإشارات الضوئية على الطريق واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإعلامية والمدلولات الأرضية. وسعياً للحفاظ على الطرق خارج المدن وداخلها، تم إقامة محطات وزن حمولة الشاحنات والمنتشرة بين مدن ومحافظات المملكة. السائق: العنصر البشري. بما أن السائق هو العنصر الفعال والمحرك للعملية المرورية، فلا بد من توفر عدة صفات في السائق الجيد. 1- العقل. 2- سلامة الحواس. 3- معرفة أنظمة وتعليمات المرور والتقيد بها. 4- التركيز أثناء القيادة. 5- الإحساس بالمسؤولية. 6- الإلمام بميكانيكا المركبة وصيانتها بشكل مستمر. وسائل السلامة الخاصة بالسائق: استخدام حزام الأمان، وجود مسارد الرأس، وسائل خاصة كالنظارات الطبية وحقيبة الإسعاف والوسادة الهوائية. أهم أسباب حوادث المرور: يوجد عدد من الأسباب أو العوامل التي تقف وراء الحوادث المرورية، ومن أهمها: 1- إهمال إشارات المرور من جانب قائدي المركبات. 2- السرعة الزائدة عن الحد المسموح به. 3- الانشغال بأمور أثناء القيادة مثل التحدث إلى الآخرين كالتحدث في الهاتف وما إلى غير ذلك. 4- قيادة البعض للمركبة وهم تحت تأثير المخدرات أو المسكرات. 5- السهو في أثناء قيادة المركبة. 6- حدوث خلل طارئ في المركبة أو عطلا مفاجئا. 7- حدوث مشكلة صحية بشكل مفاجئ لقائد المركبة. 8- أحوال الطقس السيئة. 9- التخطيط السيء أو غير السليم للشوارع. 10-
قيادة المركبات من جانب بعض الأشخاص الغير مؤهلين، مثال من هم دون سن الرشد أو فاقدي الأهلية. 11. الإهمال والاستهتار من جانب قائدي المركبات أو من المشاة أثناء عبورهم للطريق. 12. القيادة تحت تأثير بعض من الضغوط النفسية. 13. الضعف في كفاءة المركبة من الأساس.